Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا في ظل هذه الظروف حقيقة التي يمر بها العالم، وأتمنى أن أحاول أن يعني أضيف أي شيء لمساعدة جميع متابعيني أو من يشاهد هذه الفيديوهات. ونحن كما تعرفون نمر بمشكلة فيروس كورونا الذي حقيقة أرق وأتعب الكثير من الناس، والبعض قد يضخم والبعض قد يستهزئ ويبسط الأمور، لكن إن فاكت في الحقيقة أنه في الأخير هو مرض أو فيروس قاتل وقتل، نعم قتل كثير من الناس. فحاولت أن أنا أدلي بدلوي أو أساهم عن طريق أن نضع درس، نريد أن نترجم هذا الكلام from Arabic into English، من اللغة العربية للغة الإنجليزية. هذه الدروس ترجمة حقيقة بتراجع، يعني الذي يقول نريد أحيانا يا أستاذ مراد we need a review، نحتاج مراجعة. هذه الدروس تعتبر عبارة عن مراجعة كاملة من المستوى الأول إلى المستوى الحالي، لأنك بتستخدم the vocabulary المفردات، تركيب الجملة، استخدام الأزمنة، أي زمن تستخدمه موجود في الجملة، ماضي، مضارع تام، المبني المجهول، المش عارف إيش، كل موجود. أيضا حتى اشتقاق الكلمات موجود، كل شيء موجود في هذا الدرس اللي هو دروس الترجمة يعني. وأنا أنصح كثير من الناس أن يحاولوا أن يعطوا لنفسهم فرصة ويحاول أن يترجموا الكلام الآتي. طبعا أعتذر، I'm extremely sorry، آسف للغاية عن رداءة الخط، كان ممكن أن أكتبها بالكمبيوتر، ولكن الكثير يفضل أن يروها بهذا الشكل حتى تكتمل الصورة أمامهم. الترجمة ستكون بالكمبيوتر، ولكن أنا الآن أي أدفايس، أنصحك أنك تنظر إلى الكتابة وتحاول أن تترجم هذا الكلام، وأريدك أن تتخيل أنه هذا الكلام في رأسك يواجه العالم. أنا سأقرأها، وإذا كان هناك أي كلمة غير واضحة فركز على نطقي حتى تعرف ماذا يعني يقصد بهذا الكلام. يواجه العالم الآن وحش خطير لكنه صغير جدا اسمه فيروس كورونا. اعتقد أغلب الناس أن الكمامات هي أفضل وسيلة أو طريقة لحماية نفسها من هذا الفيروس، وذهب الجميع لشراء الكمامات حيث تم رفع أسعارها 5 أضعاف. ثم اكتشفوا أن هذا الفيروس ينتقل أسرع عبر أيديهم، لذلك هم يحتاجوا الآن للقفازات أيضا لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير. ثم بدأ كلام جديد وقال: لا يعقل أن فيروس صغير جدا استطاع أن يعمل كل هذا، فقد تم إغلاق العديد من المطارات وأثر بشكل سيء جدا على عدة اقتصادات، ولا أحد يستطيع أن يوقفه. كل ما علينا عمله الآن هو أن نبتعد عن الأماكن المزدحمة ونلبس القفازات ونغسل أيدينا كلما لامسنا أي شيء، أي جسم، أي شيء. فقط أريدك أن تتخيل أن هذا الكلام أنت تريد أن تقوله in English language، باللغة الإنجليزية. طبعا أنا أترك لك الفرصة أنك أنت stop the video، أوقف الفيديو وحاول. البعض يقول لا أنا مش أوقف الفيديو، أنا هسمعك وأنت بتترجم. صدقني the benefit is not that good، الفائدة مش بتلك الجودة. إذا أردت أن تستفيد وتريد أن يعني تضع أو تستخرج أخطائك ومشاكلك في اللغة الإنجليزية على أرض الواقع، حاول، try to do your best، اعمل كل ما بوسعك. حاول أن تكتب، احضر ورقة وقلم. واحد يقول سأتخيلها، ورقة وقلم حتى تبقى وتكتشف أخطائك، لأنك أنت ممكن تغالط نفسك تقول هو أنا كنت أقولها بهذا الشكل. لا، اكتب على أرض الواقع. يواجه العالم الآن وحش، وحاول أن تكتب واستخدم الأزمنة التي ترى من وجهة نظرك أنها هي صحيحة. ثم سأعطيك الآن الإجابة. هل أوقفت الفيديو؟ Have you stopped the video؟ أوقف الفيديو وانقل الكلام هذا وحاول تترجمه step by step، خطوة خطوة. Is it enough؟ كفاية. أعتقد أنه لا داعي أن أطول الفيديو على الفاضي، وأنت you can stop، تستطيع أن توقف الفيديو. تعال نترجم الآن حبة حبة. يواجه العالم، سنترجم الجملة الأولى.
يواجه العالم الآن وحش خطير لكنه صغير جدا اسمه فيروس كورونا. شخص أحدهم يعني يقول هذا الكلام أو أنت أردت أن تقول هذا الكلام. أنا بدأت الجملة يواجه، طبعا باللغة الإنجليزية It's incorrect. لا تستطيع. You cannot start your sentence. لا تستطيع أن تبدأ جملتك أيا كانت بفعل. في اللغة العربية نعم نقول يذهب يأكل يشرب، لكن باللغة الإنجليزية الجملة دائما تبدأ بماذا؟ بماذا؟ بالسبجكت، بالفاعل، ثم يأتي بعد الفاعل الفيرب، ثم بعد الفيرب أوبجكت. يعني هذا القانون المقدس باللغة الإنجليزية سبجكت فيرب أوبجكت. جميل. انظر الآن إلى الصبورة، من هو الفاعل في هذه الجملة؟ العالم. العالم هو الفاعل، هو السابجكت. أنت اتبع هذا القانون إن شاء الله إلا في حالة المبني المجهول، يعني أغلب الجمل عادة بتمشي على هذا الحال إلا في المبني المجهول يتحول الوضع أنك تبدأ جملة بمفعول به. عندما نوصل لها سأحدد لكم. يواجه العالم الآن وحش خطير لكنه صغير جدا اسمه فيروس كورونا. سنضع the word على طول، تطلع أو تستخرج كلمة the word وتضعها في البداية لأن هي السابجكت. طيب the word is facing a very small monster now. العالم يواجه فيروس أو وحش monster اللي هو وحش. the word is facing a very small monster now. طب كلمة now يا أستاذ مراد يعني أنت وضعتها في الأخير بالضبط. هو يفضل أنتم كما تلاحظون every day now هذه الكلمات إما تأتي يعني في آخر الجملة بعد الأوبجكت يعني لأنها عبارة عن أوبجكت، وإما تأتي يعني بعد السابجكت، لكن now تعودنا علينا تأتي في آخر الجملة. What are you doing now? I am cooking lunch now. طيب the world is facing. The world is facing من face وجه. A very small monster. طبعا الآ لا تنسوا أنه الآ هي للمونستر للوحش، و very small هي صفتين جاءت قبل كلمة مونستر. A very small monster called يسمى، وطبع ما بين قوسين كورونا فيروس، هذا اللي جنن العالم. طيب قال أو أحدهم يقول يعني اعتقد أغلب الناس. خذ بالك أنه أيضا بديت الجملة بفعل وقلت اعتقد وهو في الماضي، فأنت إذا هتحاول أنك تترجم نفس الكلام think يعتقد و thought اعتقد ولا believe أيضا يعتقد ويصدق ويؤمن، فإذا بدأت الجملة بالفعل خطأ طبعا كما أخبرتك ستستخرج الفاعل. الفاعل في هذه الجملة وما هو؟ اللي هو أغلب الناس هم الذين يعني اعتقدوا وصدقوا. فستقول most people. most people لماذا most يا أستاذ مراد ليس a lot؟ لأنه ما لم يقل الكثير، قال أغلب، والأغلب أكثر من كثير. most people تستطيع أن تقول believed ولا thought اعتقدوا أو صدقوا، وأنا أرجح كلمة believed. most people believe that respirators أو الماسكس، هي الماسك اللي هي القناع، القناع أو الكمام، لكن هي الكمامة الطبية اسمها respirators. most people believe that respirators are the best way، هي أفضل طريقة أو وسيلة to protect، لي هذه لي اللام لحماية نفسها to protect themselves حماية أنفسهم myself نفسي yourself نفسك themselves أنفسهم from من this virus. ثم ربطنا جملة جديدة وعملنا فاصلة وقلنا and، وذهب الجميع لشراء الكمامات. نترجم إلى هنا وذهب الجميع لشراء كمامات. And everyone went. everyone يستخدم مش كل واحد، everyone معناتها كل واحد والجميع، تمام؟ حتى أنا أقول hello everybody. everybody و everyone يعني كل شخص والجميع، مرحبا بكم جميعا يعني. everyone went to buy these respirators. ولكن الأسعار حيث تم رفع أسعارها 5 أضعاف. كيف نترجم هذا الكلام؟ نقول everyone went to buy these respirators but the prices have been raised significantly 5 times 5 أضعاف.
حيث تم رفع هذه الأسعار 5 أضعاف يعني بطريقة مبالغ فيها أو 5 times. تستطيع أن تقول تم رفع هذه الأسعار بشكل كبير جدا أو 5 times. طب أنا أستاذ مراد مش فاهم أنت كيف قلت the prices have been raised. هذا مبني للمجهول passive. وفي هذه الحالة أن تركزوا أنه لا يوجد فاعل، يعني تم رفع أسعارها. من رفع أسعارها؟ We don't know، لا نعرف. Or it's not necessary، مش ضروري أن نذكر الفاعل. تم رفع أسعارها، هذه مبني للمجهول passive. في هذه الحالة أنت تضع الأوبجكت اللي هي الأسعار the prices. هنا ليس الـ prices ليست فاعل، هنا الـ prices object، الأسعار have been raised، يعني رفعت الأسعار، رفعت 5 times، 5 أضعاف، يعني زي ما نقول إحنا scientifically بشكل مبالغ فيه يعني كبير. ثم قال هنا عمل full stop، يعني انتهت هذه الجملة. ثم قال ثم اكتشفوا أن هذا الفيروس ينتقل أسرع عبر أياديهم. تمام، نترجم إلى هذا الوضع. ثم اكتشفوا، هنا كلمة ثم كيف نترجمها؟ then أو تستطيع طبعا سمرد لو قلت أنا but، ولكن هم اكتشفوا يمشي الحال، ما فيش مشكلة. قلت but they اكتشفوا، عادة هي found out، but they found out. they found out هو الاكتشاف. طب لو قلت discover، والله عادة discover هي عادة اكتشافات علمية، لكن هنا اكتشاف زي ما تقول يعني اكتشفوا حاجة علمي وغير علمي في الفاوند اوت، فأفضل أن تقول they found out that أن الفيروس، they found out that the virus is، أن الفيروس ماله is transmitted، is they found out that virus is transmitted more، أكثر، أن الفيروس ينتقل faster، أكثر، أسرع، اللي يريحك ممكن تقول ينتقل أكثر وينتقل أسرع، لكن هنا قال أسرع فتقول they found out that the virus is transmitted faster عبر أياديهم. وهنا سنقول إما تقول by ولا through their hands. by their hands هي أدق في الترجمة. طيب ثم قال لا يعقل أن فيروس صغير جدا استطاع أن يعمل كل هذا. يعني هو يريد أن يعني يقول هذا الكلام، لا يعقل أنه فيروس صغير جدا استطاع أن يعمل كل هذا. عندك أكثر من طريقة، تقول مثلا how come، يعني كيف ممكن، how come that a small virus could do all that، يعني كيف يعقل. أو ممكن تقول it doesn't make sense، doesn't make sense يعني لا يوجد يعني تفسير أو لا يوجد معنى أنه that small virus could do يعني all that، كل ذلك. فقد تم إغلاق العديد من المطارات. فهنا مبني المجهول، لأنه ركز كلمة تم يعني لا يوجد فاعل، فهنا لا يتبع قانون subject verb object. فتقول العديد من المطارات أغلقت، فتقول many airports were closed، many airports were closed. تمام، وأثر بشكل سيء، هنا جملة وأثر بشكل سيء جدا على عدة اقتصادات. هنا يريد أن يقول لك تمام it has affected badly، أو تقول and، وهنا أداة ربط، it تعود على الفيروس هذا، and it has affected badly on many economies، economy اقتصاد، economies اقتصادات. ولا أحد يستطيع أن يوقف، and no one can stop it، and no one can stop it، no one can stop it. كل ما علينا عمله الآن هو أن نبتعد عن الأماكن المزدحمة. كل ما علينا أن نعمله الآن، all we have to do now هو أن نبتعد، is to stay away or to avoid نتفادى، or stay away الأماكن المزدحمة، crowded places. ونلبس القفازات ونغسل أيدينا. طبعا لا تقول and ضع كوما وقل نلبس القفازات، wear مع الgloves. تمام، اتمنى اننا
ما كنا هم يحتاجون الآن للقفازات. أنا تذكرت لي لما استخدم كلمة لذلك so هم يحتاجوا الآن للقفازات. So they need now gloves أيضا to protect themselves لحماية أنفسهم from this virus or dangerous virus. بعدين قلنا لا يعقل نفس ما قلنا doesn't make sense that small virus could do that عمل كل هذا. فقد تم إغلاق many airports. طبعا أنا سأضعها بشكل مرتب ومنظم بترجمة بس أنا أوضح لك كيف ترجمتها يعني. It has affected badly أثر بشكل سيء on many economies and no one can stop it. كل ما علينا عمله الآن all we have to do now is to stay away or to avoid نتفادى crowded places ونلبس قفازات wear gloves ونغسل أيادينا wash our hands كلما هنا كلما لامسنا أي شيء whenever كلما touch anything كلما لمسنا أي شيء or anybody أي جسم أو أي شخص. أتمنى كذا أن تكون الصورة واضحة ويعني أنتوا الآن ملاحظين أنه أنتوا محتاجين you make a comparison تعملوا مقارنة between your answer إجابتك وترجمتك وترجمتي واعرف ما هو what is your problem أين هي مشكلتك واعرف كيف استخدمت الجملة وكيف ركبت الكلام. وأتمنى أن يبعد الله عنا هذا الفيروس ويحمي جميع الناس دون استثناء. نحن في كوكب واحد ويعني إن لاحظت الصين يعني أصيبت بهذا المرض ووصل إلينا بشكل سريع جدا يعني there is no time لا يوجد وقت حتى نأخذ نفسنا على طول أخذنا النفس وأصيبنا بالمرض. الله يبعد عنا وعن جميع الناس هذا المرض وانتبهوا لأنفسكم انتبهوا لأطفالكم انتبهوا لأولادكم اغسلوا أيديكم بكل ما لمستم أي جسم لأنه أنا لاحظت I found out اكتشفت أيضا أنه هذا الفيروس ينتقل أكثر شيء مش عبر التنفس كما تابعت من كثير من الأطباء والبحوث الطبية الميديكال ريسيرش ولكن ينتقل أنه بتلمس عندما يعطس شخص الرذاذ هذا ينطلق ويبقى في أي جسم. فإذا ما مسك هذا الإنسان هذا الجسم الذي يقال أنه أحيانا يحتاج إلى 8 ساعات أحيانا يقولوا 12 ساعة حتى يموت هذا الفيروس ولكن قبل هذا ال 12 ساعة إذا ما لمست أنت ومسكت جسمك أو أنفك أو أي شخص أو فمك أنفك عينك ينتقل مباشرة يعني هو خطورته أنه it is very fast سريع جدا. أتمنى أن أكون أدلجت بدلوي ونصحت بما فيه الفائدة للجميع. شكرا. أنا دمجت درس مع نصيحة ولا أريد أن أتفلسف أكثر من اللازم. It's not my major ليس تخصصي وإن كنت أنا دارس دبلوم صيدلة لكن good luck حظا موفقا and see you soon أراكم قريبا مع سلامة الله.